لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم سالينا العمره ديالنا دابا غادي نمشيو للوتيل مي قلت او ميم طون خاصني نوريكم هذا المقام هكا اون ديريكت ونقول لكم راه كتحس بواحد الراحه اللي كتقول مع راسك زعما الا بغات الموت تجي دابا غير تجي لان ما عرف كيفاش نوصف لكم مي توي زين توي زين انا نتاع فريمون واحد لي طان تاع الراحه الحمد لله الحمام كاين هنايا ان بوتي كوين دونك لي فيه لو كافي و الماء و لو تي اي لا كنجيو ديريكتومون لا شامبر فحالي شو دونك كاين دو غران لي سيباري فوالا هنايا بديك لو ريبوز بي ensuite هنايا كاين لو سيجور حنا قبطنا ودرناه على قبلة الكعبة دونك لا فيو عندنا على الحرم و جي بريفيري انني نصورها لكم بالليل باش تشوفوها بديك الضوا وبديك الشيء هذاك فريمون المنظر رائع 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 وعرفتي هاد البليصه هادي هي اللي كندير فيها خديجة وكنجلس كتبقى جالسه هكا قبل تشرجم فريمون سي مانيفيك Et ensuite par là, on a un petit bureau. Voilà, donc vraiment la chambre Zuina, Amelia. C'est surtout, en fait, l'hôtel Kamel. Non, on prend le caméra. Par contre, l'hôtel Kamel, les Zuina, c'est l'accessibilité. C'est près du Haram, donc j'ai fait l'abrage. J'ai fait le charge de l'abrage. Ça veut dire que je suis ouais 100 mètres, tu as dit ou 200 mètres. Maintenant, le très du Haram, on a nourri comme tout à l'heure, on dit comme un zoom. Donc vraiment près bzaf et la meilleure chose, c'est que الاذان في البيت دونك كنفيقوا على وقت على 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 الاذان على صوت ديال الاذان Thank you.
نضلكم على العمره، كيفاش كدوز العمره اي كومون سا سباس؟ المهم ما قديش نقيس الحجر الاسود، قصت الغلاء القسوه ديال الكعبه، قصت الركن اليماني اي فوالا. دونك هنايا نقول لكم بلوز اوما كومون سا سباس. كنمشيو كنديرو الطواف سبعه ديال النوبات، هذه بيان سور جو بونس تكونوا عارفينها. كنبدا من واحد البلاصه اللي فيها الضوء الخضر اللي كتجي من اللور، تما افاك فوا كتوصلها كتحس بالشوط. بحال قلت لكم تما البلاصه ملي كنبداو اللي هي فيها الضوء الخضر، الوغ في هذا الركن هذا ديال الكعبه، هنايا فين كاين الركن اليماني. دونك ما بين الركن اليماني والحجر الاسود اللي هو من الجهه الاخرى كنقراو واحد الدعاء اللي هو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره في حسنه وقنا عذاب النار. الوغ ملي كنساليو السبعه ديال الاشواط ديالنا كنمشيو لركن سيدنا ابراهيم. ركن سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم شو ديال الركعات؟ الركعه الاولى بقول يا ايها الكافرون، والركعه الثانيه بقول هو الله احد. وخاصكم تعرفوا بان تقريبا في البلاصه كامله ديال الكعبه نتاع الطواف كلهم بلايص اللي فيهم الدعوه مستجابه، كو سوا مر الركن تاع سيدنا ابراهيم ولا في الركن اليماني ولا الحجر الاسود، المهم بزاف صعب بس فيهم الدعوه مستجابه. دونك الواحد خاصو فريمون يدعي الله، وزعما يدعي بزاف باش على الله ديك الساعات ما اونسي جامي تكون ابواب الرحمه مفتوحه، ابواب الله مفتوحه ديك الساعات اللي يمكن له يغفر لنا ويسمح لنا على ذنوبنا. دونك من بعد ملي كنساليو الطواف ديالنا بحال اللي قلت لكم كنجيو من بعد ما كنصليو في مقام سيدنا ابراهيم كنجيو كنشربوا الماء ديال زمزم. دونك قبل ما كنشربوا الماء ديال زمزم كنقولوا بسم الله وكنقرا واحد الدعاء اللي هو اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقا برحمتك يا ارحم الراحمين. وهنايا خاصكم تشربوا الماء زمزم فريمون حتى تزواو، حتى تزواو فريمون خاص يعمر لكم كلكم صافي حتى ما تبقاوش تشربوا كاع. اي بوغ سولا من الاحسن انكم تشربوا الماء اللي تيكون ما باردش، لهذا اللي غير مبرد، لان ملي كتاخذوا الماء بارد راه في ساعته غادي يزويكم لانه بارد. مي باش يمكن لكم فريمون تشربوا بزاف وديك الشيء كيخصكم الماء اللي غير مبرد وتقولوا هذا الدعاء هذا. ومن لهنا كتبدا الطريق نتاع الصفا والمروه. دونك كطلع هنايا بحال واحد عقيبه ولا جبيل، ومني كتوصل للراس نتاع بون راس ملي كتوصل منطقة الصفا كنقولوا واحد اللي هو ماشي دعاء، هي آية قرآنية، وبما أن الرسول بدا بها دونك في السنة تقول لك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دونك هذه كنقولوها أشق فوا في الصفا والمروة، فهم كنوصلوا كنقولوها. وعاد كنزيدو ملي كتوقف اون فيت في الاول ملي كتوقف خاصك تكبر ثلاثه النوبات. شوف انا كنقول لكم هادشي وكنقول لكم الله اعلم، انا تبعت كتاب وهادشي اللي درت هو انا اللي كنبارطاجي معاكم، مي كلها وما عرفت يمكن تكون شي حاجه مبدله في جهه في اخرى ولا الوغ. هذا هو جبل الصفا. دونك هاد البلاصه اللي كنوقفو فيها منينها ملي كنبداو السعي كنديرو فيهم سبعه ديال الاشواط. دونك هادي الجهه نتاع الصفا، وملي كنجيو كنوقفو في هاد البلاصه هادي اللي خاصها تكون قبل الكعبه تما. دونك الكعبه قبلتها وهنا كنقولو ثلاثه النوبات، كنكبرو ثلاثه النوبات الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وفي السنه كنتبعو حنا شنو قال الرسول عليه الصلاه والسلام، كنقولو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. كنقولوها ثلاثه النوبات، نكبروا ثلاثه النوبات ونقولوها ثلاثه النوبات ونقولوا دونك الايه القرانيه اللي قلت لكم تاع قبيله فوالا. دونك هادشي كنقولو اشاك فوا في بدايه كل شوط كو سوا في الصفا ولا في المروه. اي الوغ من هنا ملي كيبدا الطواف السعي سميتو الطواف على الكعبه، ما هنايا السعي و دونك هنايا وكتبقى غادي كتمشى ما تخلعوش وتشوفوا الناس راه فريمون ما كتحسوش بها. راه جو سي با شحال كتجي تمشي ونجي شحال سي 800 بلا ليسا، مي فريمون ما كتحسش بها لانها كدوز دغيا، لان كتكون الشع كتكون مرفوعه ما كتحس حتى شي حاجه. جوست فريمون انا يكون قربتكم من هذا الشيء هذا. انا براسي دابا غير جيت باش نقيس الحجر الاسود وديك الشيء، او ميم طو قلت غادي نعاود هكا ونصورها لكم. وانا المهم كتدخل في واحد التخشع وكتسمع ديك القران وكتسمع الادعيه وانت براسك كدعي لها مفيش دوز البلاصه اللي كتعرف فيها انها الدعوه مستجابه وما تطلبش فيها الله. دونك فوالا فريمون جيسبيغ اني كنت قربتكم وكل
كنعجبكم هذا البارطاج هذا اللي هو ديفيرون على لي بارطاج اللي مسلسل كان كاين. حنا غاديين غير بالجنب لانني كنصور مي راه شوفوا راه كل واحد انا الحمد لله صراحه ملي كنت زعما دايره العمره ديالي ديك الساعات راه ما هزيت معايا التليفون ما حتى شي حاجه. مي كاين ناس كيهزوا التليفون ايتو ما غاديش نقول انهم ما تخشعوش ولا شي حاجه. مي الواحد كيبغي كيفوكاليزي هذا لو مومون ديالو راه ما كتعرفش الناس بدا في هذه البلاصه هذه اللي فيها الضوء الخضر. هذه البلاصه في ثلاث الاشواط ماشي ثلاث الاشواط لا في هذه البلاصه هذه الرجال خاصهم يمشيو بحال اللي كيجيو لهم شويه المهم خاصهم يمشيو بالزربه. حنا العيالات نمشيو بالشويه مي الرجال كيمشيو بالزربه. انا راني غادي حدا الحيط دابا باش ما نديرونجي الحيط. المهم ما عرفتش فين حبست ولكن اللي بغيت نقول لكم سي احساس رائع فريمون بحق الله. صباح الخير لاباس عليكم شخباركم اليوم نهار واحد اخر. المهم الحمد لله راه حنا ما كنسخوش من هذا المقام هذا دونك انا جالسه في الفيرمون بحال راكم عارفين مي كنج ديكوفر اوتيلات واحد اخرين كندخلو كنشوف لي شومبر ديالهم لي سويت ديالهم ديشي كيفاش داير كوم سا باش نعطيكم نتوما فكره على لي زوتيل اللي كاينين هنايا سورتو نتاع لو غروب اكور وتانا تكون عندي فكره باش ان شاء الله ملي غنعاود نجي حيت ان شاء الله غادي نعاود نجي.